معانا الاستاذ وحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ، وانا اشكر القائمين على هذا البرنامج. اهلا وسهلا. سعادتك فضيله الشيخ، العشر ايام ذي الحجه، هل الناس يعني انا اصومهم متواصلين ورا بعض، او يوم الوقفه هل يكفر سنه ماضيه وسنه قادمه؟ وانا معاك الحاج وحيد الجمال من قريه جرزه، يا ريتك تفصل لي هل 10 ايام اصومهم متواصلين؟ حاضر. أو يوم الوقفه يكفر سنه ماضيه وسنه قادمه؟ ماشي يا حاج وحيد. بص يا حاج وحيد، اولا انت مش هينفع تصوم ال10، انت هتصوم 9، لان اليوم العاشر ده يوم العيد اللي هو يوم النحر، فانت هتصوم 9 ايام وليله ويوم عرفه، كمان هيكفر سنه الحاليه وسنه قابله ان شاء الله. بس خلي بالك ان بس مش في الايام دي، في الايام دي ما بيكونش صيامهم بس، بيكون فعل الخيرات. وانا بنصح الناس ان في الايام العشر دول، واحنا هنعمل ان شاء الله حلقه عن الايام العشر دول، لو سمحتم اعملوا الخيرات، جددوا دينكم، جددوا حياتكم مع الله، جددوا عيشتكم كلها بلا اله الا الله. ايه يعني ايه بلا اله الا الله؟ بان تعيشوا بلا حول ولا قوه الا بالله. انسوا خلافاتكم، حاولوا بقدر الامكان تقربوا من بعض، حاولوا بقدر الامكان تلتحموا، وتحاولوا بقدر الامكان تسعوا الى الله سبحانه وتعالى سعيا حثيثا. هذا باب من ابواب المنه الربانيه، زي ما ربنا وهبنا النيل بيوهبنا العشرة دول عشان ندخل بيهم على الله سبحانه وتعالى. فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى واعملوا الاعمال الصالحه في هذه الايام.